الله في برنامج هوايه وحرفه فقره جديده من ركن الرياضه. النهارده هنتابع مع بعض تمارين الفتنس اللي المفروض بتستخدمها لصحه وسلامه القلب. يلا بينا نبدا التمرين. هنبدا التمرين بان نعمل ستريتشز. نعمل ستريتشز ده 20 عده مجموعتين بالشكل ده. بعد كده هنعمل ستريتش ده 15 عدة بعدين العكس 15 عدة بعدين هعمل ستريتش ده 15 عدة بعدين العكس 15 عدة التمرين اللي بعديه الليج خمستاشر عدة العكس بعدين نعمل التمرين اللي بعديه يبقى بالشكل ده 15 عدة بعدين العكس 15 عدة. التمرين اللي جاي ننزل بالشكل ده نطلع لفوق كده فوق 15 عدة اوكي. هنعمل التمرين اللي بعده بالشكل ده 15 ل 20 عدة عكس بعد كده التمرين اللي بعده 15 بعدين العكس التمرين اللي بعديه المفروض هنعمل ننزل بالشكل ده نعمله 15 من 15 ل 20 عدة كده. خلصنا مرحلة التسخين وهنبدأ بقى في التمرين. وهنبدأ أول تمرين معانا وهو الجامبنج جاكس. وده بيتعمل إزاي؟ نقف بالشكل ده نطمر رجلينا كده نبدا نفتح رجلينا وايدينا لفوق وارجع تاني التمرين ده هنعمله من 15 ل 20 عدة لمده 3 مجموعات. تاني تمرين معانا وهنستخدمه وهو الهاي نيد. هاي نيد بنجري في المكان وبنرفع الركبة لفوق بالشكل ده برفع الركبة وانا بجري
ده هنعمله من 20 ل 30 عد. التمرين اللي جاي معانا وده هيكون جامب. بقف زي ما انا وبطلع جامب لفوق بالشكل ده. التمرين ده هنعمله من 20 ل 30 عدة ثلاث مجموعات. التمرين اللي جاي معانا هيكون اسمه ماونتن كلايمب. بيتعمل ازاي؟ بيتعمل بالشكل ده. بننزل ارض، جينا لورا، بطلع بالرجل وارجع تاني العكس. التمرين ده مهم جدا بشكل غير مباشر لعضلات البطن. نعمله من 20 ل 30 عده ثلاث مجموعات. التمرين اللي بعديه هيكون جامب سكوات. هنزل سكوات بعدين جامب سكوات جامب. وهنعمل التمرين ده من 15 ل 20 عدة ثلاث مجموعات. التمرين اللي جاي معانا هيبقى داون وورد، هيبقى بالشكل ده. هاف، هنزل بإيدي وهرجع تاني. التمرين ده هنعمله من 12 ل 15 عدة برضو لمدة ثلاث مجموعات. التمرين اللي بعديه هيكون اب داون. هنزل بالشكل ده، هطلع بإيد والإيد التانية وانزل تاني.